ومراه ديك البنة شبح السفرة. سافروا في كل مكان شوفوا عوايدنا، ليدين شحال بنان في طباق بلادنا. مرحبا بكم اليوم معنا في عدد جديد من أطباق بلادنا. اليوم رانا في الغرب الجزائري ولاية غليزان، يتبعدنا على الجزائر العاصمة حوالي 330 كيلومتر. ولاية غليزان اللي تميز موقع استراتيجي جد ممتاز فلاحي واقتصادي، ومعظم الأراضي ديالها فلاحية وخصبة. اليوم رانا ضيافة عند الأخت جميلة، أقعدوا معنا هكذا باش نشوفوا مع بعض طريقة التحضير تاع الحلوة ديالنا. مرحبا بك الاخت سيريا عندنا في ولايه غليزان دائره تجهيزيه. مرحبا بك انت ثاني الاخت جميله، نشكرك على مشاركتك معنا في حصتنا اطباق بلادنا. يسلمك ربي، يعطيك الصحه على حسن الاستضافه ديالك. يسلمك. وحنا اليوم جينا سبيسيالمون لولايه غليزان اجل باش نشوفوا طريقه التحضير تاع الحلوه اللي كيحضرينها. ان شاء الله يليك بربي. واش كيحضرينا كحلوه اليوم؟ غادي ندير حلوه تاع المخاخ. نعم، نبداو نشوفوا المقادير. لا عندنا الزبده، عندنا البيض، عنا السكر، عنا مايزينا، لاطارين مع القارص وخميرة كيميائية. نبداو نشوفوا طريقة التحضير إن شاء الله. بسم الله. باش نبداو بالزبدة. نعم. بعد نسيتو القارص. نعم، الجو تاع القارص. ايش خلطه هكذا نخلو البيض هو الاخر، يعني ما نديروش باسكو لاحظت درتي مارغارين وما درتيش مع. لا قبيله ندير قبيله الفرينه من بعد الفرينه ومن بعد البيض. لا ندير البيض من بعد ندير الفرين. يعني كل واحد طريقه تاع الطهي ديالو.
قولي لأختي جميلة، أنت مختصة في صنع الحلويات. واه. نعم. ويعني مولفة طيبية أنواع مختلفة تاع الحلويات. مختلفة واه. وهاد الحلوة هادية ديروها بزاف في المناسبات. إيه. مشهورة هذا بزاف. يعني هنا معروفة هاد الحلوة، معروفة في ولاية غليزان. معروفة. وقت رمضان في ولايه غليزان كيفاش راهي؟ بعد نشوف بلي كاينه سخانه. سخانه مي سخانه بزاف على حسب الكليمه زعما، مره سخونه ومره لا لا. لكن ولفتوها انتم سخانه؟ ولفنا. نزلت بخصوص صغيرة شوية. يعني هنا دوكا درنا غير صفار البيض، البيض غير صفار ديالو ما نديروهش. لا لا، درنا غير جون داف، بلون داف تجي ثقيلة لاباط تاعو. واش راكي ناوية إن شاء الله ديري في المستقبل مع الفن تاع الطبخ ديالك؟ ان شاء الله يكتب ربي. يعني بايا كيما يقول لك راني فاتحه محل وراني بايا نزيد في المستقبل. نزيد عندك محل راكي تعلمي فيه الكاطو؟ واني بايا زعما نزيد نطور شويه في ان شاء الله. هكذا باش نعاودو نقولو لك ان شاء الله. ان شاء الله يكتب ربي ان شاء الله. السبيساليتي ديالك ديري غير الحلويات؟ غير الحلويات. تحبي ديري اطباق تقليديه؟ نحب نديرهم. يعني موافقه ديريهم؟ موافقه. وفي رمضان شكون ناوي يطيب؟ غير انا. الله يبارك. يسلمك. هذه هي، هي تلمت خلاص. درك نخلوها تريح ولا تريح شويه، ما بقى واحد السامينيت ولا ونعاودو نقولو ليها. نشوف بلي ما درنا لهاش لا ليجور. ما نديروش بزاف، معليش نديرو لها شويه، غير شويه باش ما تخمرش بزاف. نعم هكذا. كنا نديروها مع الاخر يعني ما ميدا نسيناها نورمال. ميم زعما لو كان تكثري من الخميره كي شغل لاباط هذيك تاعها كي طيب تفيض. نعم هاي تتنفخ ومن بعد تتنفخ. هي سي بون هكذا نخلوها تريح. تريح ما با سامينيت ونعاودو نولو ليها. نعم. ودوكا مشاهدي الكرام نخلو لاباط ديالنا تريح ونعاودو نولو لكم مع طريقة التحضير ديالها. بعد ما خلينا العجينة تاعنا ريحت مابا 10 دقائق نعاودو نولو ليها، نبداو نكونو في العجينه. ايه رايحين نديرو لها طابع ولا واش نديرو؟ لا لا
المشاهد ديال كيراميدا حبيتوا تشاركوا معنا في حصه اطباق بلادنا كما دارت الاخت جميله، ما عليكم غير تتصلوا بالرقم اللي راهو ظاهر اسفل الشاشه. وين تكونوا، في الجي ولا اوغ الجي، ما كاش مشكل، نجيو لكم حتى نقدروا نعوضوها. كاين طابع اينوكس بصح كي ديره في الفرن وتجي تنحيها كشغل يحرق، ما تقدريش تنحيها شويه صعيب. نخلو الحلوة ديالنا طيب ونعود نولو لكم مع لافاغس تاع الكاطو والتزيين ديالها. بعد ما طابت الحلوة تاعنا غادي نزينوها ونفرصوها من داخل. نعم بسم الله. الحشو ديالها نقدروا نديروها، تقدري ديريها بالنسلي ولا بالكرام اوبيغ ولا كل واحد كيما يحب كيما يحب ديالو. اي واحد الدراري صغار يحبوا كل حاجه فيها شوكولا، كل حاجه فيها صحيح، ميم في النسلي كراميل، ميم كيما كل الدراري يحبوه بالبزاف كيما يقول لك. ودرك نديروا لها نغمسوها بالشوكولا. تنشف باش ومن بعد نزينوها تكون صالحه للاكل.
في بلاصه شوكولا ثاني نقدروا نديروا لها غلاساج؟ نقدروا نديروا لها غلاساج ولا نديروا لها كاوكاو ولا لوز. ميم تخرج ثاني ما شاء الله، عندها شحال من التزيين تاعها، شحال من على زعما كل واحد حسب الرغبه ديالو. حسب الرغبه تاعو. ولا حتى تنشف باش نديكوروها. ودوكا نخلو الشيكولات ديالنا تنشف ونعاودو نولو ليكم مع طريقة الكلاصاج ديالها. بعد ما نشفت الحلوة تاعنا غادي نزينوها. بسم الله بسم الله. هنا كلاصاج نشموها. المهم عرفنا طريقة التحضير تاع هذا الكاطو. ايه نخدموه من في العرس. من في العرس غادي نديرو الشيكولا من ومن باش نديروها في نواطكو. المكسرات كاين يدير الكاوكاو، كاين البيستاش، كل واحد كيما يحب. ميم بيستاش تخرجها شابة.
ما قلتيناش الاخت جميله شحال كان مده الطهي ديالها في الفرن؟ مده الطهي تاعها تكون واحد 30 دقيقه. كاسما تحمر برك لانه لا بات رقيقه. هكذا خلاص رانا كملنا زينا الحلوه ديالنا. ايه عطاتنا شكل شباب الله يعطيك الصحه. يسلمك. نتمنى تعجبكم برك. ان شاء الله ان شاء الله تكون نالت اعجاب المشاهد. ان شاء الله. هكذا كي شفنا طريقه التحضير ديالو يقدر اي واحد في البيت دوكا يجربها. ان شاء الله. يعطيك الصحه اختي جميله. ودوكا مشاهدي الكرام بعد ما شفنا طريقه التزيين تاع الحلوه ديالنا نعاودوا نشوفوها في طاوله اطباق بلادنا. هاينا الحلوه تاعنا اللي وجدناها مقبله راهي على طاوله التقديم. زيدي قدمي لنا ثاني الحلويات اللي كنتي حضرتيهم من قبل. عندنا كيما الحلويات التقليديه كيما البحلاوه اللي فرسيناها بالكوكب نزيناها زعما بالوريدات هذو. نعم. وعندنا مقروط وعندنا حلوات تاع صدفه اللي صاب لي نورمال وفرسيناه بالنوتيلا مع الكراميل. يعطيك الصحة الأخت جميلة، نشكرك على هاد التحضيرات اللي قدمتيه لنا اليوم، إن شاء الله يكونوا نالوا إعجاب المشاهد. إن شاء الله. قدمي لنا شكون راهو قاعد معنا اليوم؟ هذه صاحبتي، هذو بنات خويا، هذه يما. البركة. يسلمك. ربي يخليك الحاجة. يسلمك ربي يخليك. إن شاء الله. وشنو هي الكلمة الأخيرة اللي حبيتي تقوليها للمشاهد؟ الكلمة الأخيرة نشكركم بالبزاف اللي جيتوا عندنا، ونتمنى إن شاء الله تولوا مرة أخرى. ونشكر الطاقم كامل اللي جاو عنا، وان شاء الله نتمنى زعما نفوت في حاجه واحده اخرى ان شاء الله يا ربي. امانه وصحيتكم وكل عام نتوما بخير. صحيتكم نتوما ثاني. يسلمك ونهدي سلامي لافامي تاعي كامل. حنا ثاني بالمناسبه نحييهم. يسلمك. الحاجه واش راكي حابه تقولي للمشاهد؟ كم هو كل العام وانتم. والاخت فاطمه واش راكي حابه تقولي كلمه الاخيره للمشاهد؟ مرحبا بكم عندنا وان شاء الله تستنكم في الحصه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله يكونوا اطباق الحلويات هذه تكون عجبتكم. ان شاء الله يعطيكم الصحه ونشرفوا بكم في كل مره. وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير وقبل العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي صحة عيدكم انتم ثاني. يعطيكم الصحه على التحضيرات. ان شاء الله نعاود نقول لكم المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يكتب ربي. وانتم مشاهدي الكرام نشكركم على حسن متابعتكم لنا. ان شاء الله الحلويات تاع الاخت جميله يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. نقول لكم كونوا ديما اوفياء لحصتنا اطباق بلادنا هكذا باش نتعرفوا اكثر على الاطباق والحلويات تاع بلادنا في عدد مقبل ان شاء الله. كل تشرى نلقى امراه ديك البنه شبح السفره. كل تشرى نلقى امراه ديك البنه شبح السفره. سافروا في كل مكان شوفوا عوايدنا ليدين شحال بنان في طباق بلادنا.